إنجازات كثيرة ومثيرة تظهر اهتمام الكويت بالرعاية والدعم الدائم الذي توليه لأبنائها لتساعدهم على تحقيق المزيد من النجاحات. فتحت هاشتاغ مشعل العتيبي تفاعل المغردون أمس مع خبر حصول المهندس الكويتي مشعل العتيبي على جائزة أفضل بحث علمي في مجال الهندسة المعمارية على مستوى العالم، متداولين أيضا صورا تظهر لحظة تكريمه من بين 600 باحث من 54 دولة مشاركة في المؤتمر بالعاصمة الأمريكية واشنطن. وحول هذا الموضوع قمنا بإجراء مكالمة هاتفية مع المهندس مشعل العتيبي والذي أفاد بالآتي. معكم المهندس مشعل عوض العتيبي، حصلت على جائزة أفضل بحث علمي في مجال الهندسة المعمارية في مؤتمر أمريكا الشمالية الدولي الثالث المقام في العاصمة واشنطن. يساهم بحثي في فهم كيفية تأثير أنظمة توزيع الهواء المختلفة على الراحة الحرارية لرواد المبنى وخفض استهلاك الطاقة الكهربائية. يمكن استخدام نتائج هذا البحث من قبل المصممين والمهندسين والمصنعين والمقاولين وأصحاب المنازل لتصميم وتطوير واختيار نظام التدفئة والتكييف الهواء الأكثر ملائمة لإرضاء شاغلين المبنى خلال دورة حياة المبنى. وهذا لا يفيد فقط مطوري المنازل ومالكيها وشاغليها، بل يساهم أيضا بشكل إيجابي في البيئة من خلال توفير الطاقة وتخفيض البصمة الكربونية للمباني. هدفي في المرحلة القادمة خلال استكمالي لمرحلة الدكتوراه هو تطوير البحث للحصول على أفضل نتيجة ممكنة وتسيير البحث باتجاه الطاقة المتجددة أمثال الألواح الشمسية وكذلك المراوح الهوائية.